متعبين قالوا لي انه اعمل فيديوهات. يلا رح تعمل حلا. هي اختي رح تعمل حلا. هي اختي كتير كيوت. لم ينسانا الله، لم ينسانا الله. مرحبا، كيفكن اليوم؟ معكم جنى، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم عن بنوتي، بنوتي كتير كتير أمورة، اسمها رند الشالي. رح فديكم فيديوهاتها معي. يلا قبل ما بلش هذا الفيديو، تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، لا تنسوا كلنو تضغطوا على فيديوهاتي. يلا نبلش، خليكم معي. أحد من المتعبين طلبوا مني إني أعمل رد الفعل فيديوهاته. تكرم عيونكم. أنا بحبكم كتير. أي شيء بدكم يا بعملكم يا، بس لكن من عيوني. سألت ماما من خبر، أنا اختفى كل البشر. واو، فيديوهاتها حلوة كتير، عجبتني. فستان أصفر كتير لابق لها. فلا نطلب إلا إياه. لن حبيت هو معي بهذا الفيديو، أنا كتير حبيتها. في بيت الله ما تلقى. تدرب رأس هون كواليس عرات ليغا. واو، هي كتير كيوت. حبيت لي الاعلان، هي عن ام بي سي. كيوت هيلي. وهون كمان حلوي، حبيتوه، انا كتير كتير حبيته، متت عليا. واو شطورة، عم تحطي بغرفتها. انتو كمان عم تحطوا غرفتكم بعد بس تفي النوم لولا. رح تعمل حلا. هي اختي رح تعمل حلا. هي اختي كتير كيوت. هذا الروتين المرضاني فات. واو هي فنانة. مبروك يا وانا بدي اعمل الحلا رمضاني. يلا نشوف اذا بيزبط معه او لا. مرحب بالعيد. عشان نضبط شكله
يعطيكم العافية شطورات. طبعا الحين حنا راح نحطه في الفريزر. أعطوني كمان برأيكم بهذا الحين نجي نحط الصوص حلقة الشطة. هاي بنكب أنا من الجهة الثانية. الحمد لله نكون حاطين حواجز لأني لو ما حطه وأنا جايبة العيد. فيديو تاني راح تدخل على بيت الرعب نشوف اذا بتخاف او ما بتخاف. يلا طبعا احنا الحين رايحين لبيت الرعب واحاول اني ما الف زي المره اللي فاتت. انا مره خايفه لانه بتخاف او لا. يعني انا اكشف اذا خفت سوي زي كذا بس اني افتح العين. مبروك. واو ريحة مي ولا تتشلل. رحت على التدلج. واو شطورة بتعرف تتجلج. واو انت بتحب الشتاء؟ انا كتير بحب الشتاء انه في تلج. بس الزلاج بحب التشلج. آخر فيديو من فيديوهاته تعجبتكم أو لا؟ لولا حبيتوها أو لا؟ لولا بليز. أنا كتير حبيتها. أوكي أنا كتير حبيتها لهاي البنت لأن هي أنيقة وصوت كتير حلو. رن انت كيوت انا بحبك كتير. فيديو صراحة هذا فيديو قلولي سلامي نلقى اتسو لايك. اوكي شكرا كتير سلامي نلقى.